أهلا بكم. اتفاق غامض وعجول وقعته الحكومة العراقية مع نظيرتها الإيرانية في محاولة لتحسين واقع الكهرباء في البلاد. هذا الاتفاق يأتي عبر ضمان استمرار تدفق الغاز الإيراني في خطوة رآها البعض تنطوي على مخاطر عالية. الاتفاق بين العراق وإيران فيه غموض ومشاكل، فقضية إعطاء بغداد النفط الخام لطهران غير ممكنة، فالنفط الخام مشاهدين يباع وفق ضوابط أوبك، كما أن إيران نفسها تملك النفط الخام ولا تتمكن من بيعه أصلاً. المقصود في هذا الاتفاق ما بين إيران والعراق والذي يشوبه الكثير من الغموض هو النفط الأسود، فالعراق ينتج من هذا النفط ما يقدر بأربعمائة ألف طن يومياً، ويستخدم منه ما يقارب 120 ألف طن لأغراض مختلفة، وهنا قد يبيع المتبقي 280 ألف طن لصالح إيران، وذلك من خلال المنصات البحرية في الخليج. الموقف الأمريكي من هذا الاتفاق غير معلوم، خصوصاً وأنه يعني بيع النفط الأسود في الخليج بالدولار وتسليم الأموال لإيران مقابل تدفق الغاز. We'll be right back.